حقيقة يعني مثل ما شفتوا ارتفعت عدد الإصابات بالآونة الأخيرة وهي يعني في صعود ونزول، لكنها أرقام تعتبر قياسية في العراق. 9000 إصابة هو رقم كبير جدا في يوم واحد، وقد تكون هناك أكثر من هذه الإصابات لكنها غير مسجلة. طبعا الأسباب صارت معلومة للجميع حقيقة. السبب الرئيسي أنه كثير من الناس في العراق موضوع الجائحة أصبح موضوع يعني ثانوي بالنسبة لهم. الوقاية غير ملتزمين بها، التجمعات على أوجهها، موضوع العزوف عن اللقاح اللي هو السبب الرئيسي لازدياد عدد الإصابات. وكل العالم شفنا لقح وسيطر على الوباء إلا في العراق وفي بعض الدول، لكن لمستم تغيرا في هذا الموضوع؟ يعني المواطن في البداية كان يتوجس، اليوم أصبح يعني لديه رغبة كبيرة في أخذ اللقاحات مقارنة ب... نعم، بعد الجهود اللي قامت بها الوزارة الحمد لله في التوعية وقسم التعزيز وغيرها من يعني الجهود الأخرى في المحافظات وبغداد، يعني صار أكو توجه ثاني الحمد لله بهذه المرحلة القادمة. يضاف لها القرار الحكيم الذي وضعته اللجنة الوطنية العليا اللي هو راح يكون تطعيم ابتداء من 1/9 صعودا. مثل ما تفضلتوا حضراتكم، يعني موضوع التلقيح في الدوائر اللي راح يصير هنا في هيئة الإعلام واللي صار في نقابة الأطباء، وخروج اللقاح من يعني مراكز التلقيح على شكل حملات، هذا راح يزيد طبعا أكيد من عدد الناس الملقحين. طيب. وراح يسوي قبول أكثر على اللقاح.